يا كاتب المجد خبر عن تقدمنا ومن عجائب أمثال الزمان سقي، وكيف أن أعدنا شمس أمتنا من بعد أن قاربت تدنو من الغسق. لم نترك النفس تحيا في غضارتها كأنها من هموم الناس لم تذق، بل قد صنعنا لريب الدهر عدته حربا على الجهل والإملاق والفرق. نلنا الثناء من الدنيا فسيرتنا كسيرة الورد في الإشراق والعبق. قبل عمر 21 سنة ما كنتش أعرف أي كلمة عربية، فاكتشفت اللغة العربية في جامعة ستراسبورغ. كان هناك مدرس اللغة العربية مفهوم جدا مشهور، فأنا دخلت اللغة العربية من باب الفضول الفكري. أول ما ابتديت التعلم اللغة العربية حبيتها كثيراً، كنت محظوظ لأن وزارة التعليم الفرنسية أعطتني منحة لدراسة اللغة العربية في مصر لمدة سنة. كنت في المركز الثقافي الفرنسي هناك في قسم لدراسة اللغة العربية، درست اللغة الفصيحة، لغة الصحافة، وأيضاً العامية اللهجة المصرية. ممكن أقول اليوم إنه هذه السنة كانت نقطة تحول مهم جداً كبير جداً في حياتي. كانت سحيرة، كل يوم كنت مع أصدقاء مصريين في مكحة في المنيرة وفي سيدة زينب، يعني في الحي الشعبي في مصر. كنت ألعب الدومينو والتورة مع أصدقائي. استيل وأنا كنا مع بعض في كل البلدان العربية، من مصر إلى فلسطين، المغرب، حتى هون في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. أنا أتكلم شوية اللغات العربية، أدرس في مصر وبعدين في جامعة جنيفا وأيضا في البلدان العربية، أيضا أصدقاء في مصر، في المغرب وفي فلسطين. كما قلت، الهدف الأول كان اكتشاف لغة ثانية مختلفة خالص من اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية. اكتشفت أن اللغة العربية ممكن تكون كمان هدية في حياتي العملي، لأني دخلت وزارة الخارجية باللغة العربية، ومنذ الآن أكثر من 20 سنة أشتغل وأعمل في باريس وفي البلدان العربية باللغة العربية. أصحاب السعادة، السادة السفراء، سيداتي وسادتي، أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. مسيو لي مينيستر، مدام لا كونسول جينيرال، أنا
اليوم في يوم الجالية الفرنسية في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. أكثر من 30,000 فرنسي موجودين في البلد، بيحبوا الإمارات، يزوروا كل الإمارات، يشتغلون هون، فهم يحترموا الإمارات كالإمارات تحترم الجاليات الأجنبية وخاصة الفرنسية. أنا أعتقد أن اللغة العربية مش بس لغة، هي وسيلة لتواصل مع الآخر، لكي يعني ممكن تفهمه، تفهم ثقافته، تفهم إزاي يعني بيفكر، إزاي بيتصرف. فهذا طبعا المفهوم الحقيقي للدبلوماسية. أنا دائماً مبسوط لما أجي إلى سوربون وألتقي مع الطلاب. كنت مع طلبة إماراتيين، كنا نحكي عن حبهم عن اللغة الفرنسية. لماذا اللغة الفرنسية مهمة؟ مش بس كلغة الأدب أو لغة الشعر، بس أيضاً كلغة شغل، لغة الأعمال، ولغة التكنولوجيا، لغة الابتكار. أنا فخور جداً لما أشوف طلاب إماراتيين مقبلين بدراسة تعلم اللغة الفرنسية. دولة الإمارات دخلت منظمة الدورية للفرنكوفونية كعضو منتسب في قمة إريفان السنة اللي فاتت، وأيضاً لما قررت الحكومة تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية الإماراتية. أيضاً محظوظ، كنت ممكن أتعلم اللغة العربية مع الشاعر السوري الكبير أدونيس في جامعة جنيف. فلمدة سنة كنت كل أسبوع معه ساعتين ثلاث ساعات لأكتشف معه الشعر العربي الكلاسيكي، المتنبي، أبو نواس. فهذه الذكريات أيضاً مهمة جداً. كدبلوماسي فرنسي عشت في فلسطين في القدس الشرقية لمدة 3 سنوات، وهناك استعملت اللغة العربية يومياً، علاقات مع السلطة الفلسطينية وأصدقاء الفلسطينيين. بعدين عشت في المغرب أيضاً 4 سنوات. طبعاً في المغرب لغة العمل كان أكثر اللغة الفرنسية، ولكن اللغة العربية كان مفيدة جداً لما مثلاً في الأمسيات الشعرية أو الموسيقية كنت مع أصدقاء معاربة بالشعر الأندلسي أو بالموسيقى الشعبية المغربية. كمان لحظات مهمة جداً في حياتي الدبلوماسية. سعادة السفير، في هاي معرض مبارك بلندن، بداية عندنا اللوحة الأولى. هاي اللوحة مخصصة للشيخ زايد، هاي الصورة التقطت بال 48 أثناء تواجد الرحالة مبارك بلندن في مدينة العين. هذه من قدام الصور للشيخ زايد في بدايات حكمة لمدينة العين بال 48، كان في الثلاثينات من عمره. الشيخ زايد كان شخصية عزيمة، إنسانية، كان له يعني رؤية للمستقبل. هو أيضاً مؤسس العلاقة الاستثنائية بين فرنسا والإمارات،
فكل الرؤساء الفرنسيين جيسكار ديستان، فرانسوا ميتيران، وجاك شيراك يحترمه كثيرا. هو ويلفريد ديسينجر؟ هو نفسه ويلفريد ديسينجر مبارك بن لندن، تأثر بلورانس العرب. نعم. وطبيعة علاقته مع البدو نفسه، فحتى ملابسه استخدم الملابس البدوية البحتة، فحتى ما كان يتم تمييزه بينهم إلا بسبب لون البشرة المختلف. توجهت حالياً للبقية المعرض. نعم. سعادة السفير، هني نكمل الجزئية المختصة بالصور متعلقة بمدينة العين وإمارة أبوظبي. في عندنا الصورة الأولى موجودة هني، هي تمثل مدينة أبوظبي قديماً، قصر الحصن، بالإضافة إلى الشيخ شخبوط. كسر الحصن في قلب الصحراء. الانطباع الأول عن الإمارات كان الانبهار، المفاجأة بدبي بأبوظبي. وبعدين منذ سنتين زرت كل الإمارات، حاولت أن أكتشف كل جوانب من هذه الدولة. إحنا اليوم في مدينة العين، بنقول دار الزين. أنا أحب جدا هذه المدينة، هي مكان خاص بالنسبة لي، لأني أعشق الصحراء والواحات، هدوء الصحراء، ألوان المدينة، جزر آل النحيان وجزر دولة الإمارات. الإمارات العربية المتحدة في سنة 71، هذا عام ميلادي 71. الإمارات وأنا عندنا نفس العمر. حتى في العين تعاون في كل المجالات. عندنا رابطة ثقافية فرنسية في العين، عندنا أيضا تعاون مع جامعة الإمارات في العين، عندنا أيضا تعاون ريادي. هنشوف مباراة العين والكلبة في استاد عزة بن زايد، أجمل استاد في العالم. أنا قلبي بنفسجي. معالي الوزير زكي نسيبي هو اللي عرفني عن العين، عن مدينته، فهو دائما يسميني السفير العيناوي. اللغة العربية متعددة وغنية، يعني سرية. فمثلاً كيف حالك؟ هذا درست كيف حالك لما كنت في ستراسبورغ في جامعة. بعدين اكتشفت في مصر ازيك، عامل ايه؟ وبعدين في لبنان منيح، في الخليج هون علومك وإشلونك، أنا فوق النخيل. في المغرب لبس عليك مزيان. فهذا طبعا صعب شوية لواحد فرنسي، ولكن ممكن نلعب كمان في مع اللحجات، مع غني اللغة العربية. تويتر، انستغرام، فيسبوك، كل هذا مهم جدا لعملي اليومي. أحكي مباشرة مع الشباب الإماراتيين، وهذا مهم جدا للدبلوماسي، انه الدبلوماسيين احيانا هم مع الاشخاص الرسميه بس مش بالشعب الحقيقي وبالشباب. أحاول أيضاً أن أقرأ شعر، أدب، بسمع أيضاً الأغاني العربية. بحب كثيراً أم كلثوم. أم كلثوم، أنا أحب أم كلثوم، وخاصة أنت عمري. صح.
رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا علمون أندم على الموج راحوا. أحب أيضاً عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، وأيضاً بالشعر بالأدب أنا أعشق بنجيب محفوظ، بأدونيس طبعاً، محمود درويش شاعر فلسطيني، نزار قباني أو أحمد شوقي أمير الشعراء. نجحت في اختبار مستشار الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الفرنسية باللغة العربية. كل يوم أحاول أن أتعلم، أن أتقدم باللغة العربية. هذا شغل حياتي. أنا الآن في واحة العين، في قلب واحة العين، فأنا أحب جداً هذا المكان. فيش ناس كتير يعرفون إنه جان نوفيل المهندس المعماري الفرنسي الكبير اللي بنى اللوفر أبو دبي هو وجد الهلهام لقبة اللوفر هون في واحة العين. لما تشوف النخلة وتشوف يعني ضوء الشمس في النخلة نفس الضوء في متحف اللوفر، واسمه مطر الضوء. فطبعاً هذا يعني ملهم. لما أنا أريد أن أنسى العالم والشغل أرجع هون. أنا أحتاج إلى الفن، أنا أحتاج إلى لحظات كهذه اللحظات. لما بتفسح في متحف اللوفر أبو دبي أنا أنسى العالم، أنا أنسى الشغل، أنا أجد معنى الحقيقي والعميق للوجود. هذا إحدى البرنامج بالعربي. شكراً. شو هذا؟ أوه شكراً، جميل جميل جدا. طبعا اوكي كويس زي هذا كويس. اوكي مزيانة تمام. ثلاث بنات، انا ابو البنات. احنا محظوظين. فهذا شعور كمان كامل. نعم، وانا اريد شويه وقت مع البنات. انا اعتقد انه كل الفرنسيين، كل الأجانب في هذا البلد لازم يتعلمون اللغة العربية. أصدقائنا الإماراتيين يفهمون إنه أجانب هون بيحبوا البلد، بيحبوا ثقافة البلد، المجتمع الإماراتي. فاللغة وسيلة مهمة للتواصل بين الفرنسيين والأجانب والمجتمع الإماراتي. فسح في الواحات أحسن وسيلة لكي تجد السلام الداخلي. كسفير أنا محتاج إلى لحظة هدوء ولحظة حلم أيضاً. أتوقع الفوز لنادي العين للزعيم. أنا أعتقد إنه اللغة العربية مش بس لغة، هي وسيلة لتواصل مع الآخر.
صباح انت 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 عمري. شكرا.